العقل الجمعي هو مصطلح معاصر، ويقصد به سيطرة الأفكار أو المعلومات أو سيطرة العادات الاجتماعية أو المفاهيم العلمية والفكرية التي استقر عليها مجتمع معين أو مدرسة معينة أو مذهب أو طائفة دينية أو فكرية. المهم سيطرة هذه الأمور أو سيطرة بعضها على الأفراد بحيث ينساقون معها، بل قد يضحون من أجلها. تصل خطورة العقل الجمعي إلى أنك تجد شخصا عالما كبيرا، عالم في الطب، في الكيمياء، في الفيزياء والرياضيات، ومع ذلك تجده يؤمن بخرافات وهلاوس لا يمكن أن تصدقها. يتشكل من خلال البيئة، سواء في واقعها الحقيقي كالأسرة أو المجتمع عموما أو المحاضن التعليمية والفكرية أو في واقع البيئة الافتراضية، وهي اليوم عالم مدهش، الإنترنت، السوشيال ميديا. بلا شك ولها دور كبير جدا، حتى كتابات من كتب في هذا ممن كان ضحية العقل الجمعي أكدوا على أن الإنترنت، السوشيال ميديا كانت السبب الرئيس في وقوعهم في هذه الفتنة. إذا كان ينطوي على معلومات أو أفكار مضللة خاطئة من شأنها أن تكون خطرة، يخاطب فيه العقل ولا يخاطب فيه الاعتياد ومألوفة مطلقا، بل يقال اهتدي بعقلك من خلال الأدلة والبراهين التي جاءت إليك. يعتبر الوعي المكتسب من الأسرة أو المدرسة أو غير ذلك يعتبر المحصن الأهم، بل والرئيس في مواجهة سلبيات العقل الجمعي.